الثانية في سبتمبر الماضي لمدة 5 سنوات، حيث تم انتخاب الرئيس الجزائري بعد حصوله على نسبة ما يزيد من 94% من الأصوات. فهذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية، هذه العلاقات التي تشهد على متانة وقوة الترابط ما بين الشعبين المصري والجزائري، والعلاقات الخاصة التي تجمع القيادتين في مصر والجزائر. وحينما نعود بالزمان إلى عام 2014، حينما اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون زيارته الخارجية الأولى بعد توليه مهام منصبه في 2014، أن تكون وجهته الخارجية الأولى إلى الجزائر، في دلالة على عمق هذه العلاقات وخصوصيتها. وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى الجزائر عام 2014 أن الهدف من هذه الزيارة هو إطلاق تفاهم حقيقي ورؤية موحدة تجمع مصالح الشعبين والدولتين مصر والجزائر والمنطقة. لكن المتابع لتاريخ الأحداث والعلاقات الثنائية ما بين مصر والجزائر يتوقف طويلا أمام عام 2022، فهذا العام يعد عاما فارقا في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية. ففي مطلع عام 2022، في 24 و25 من يناير، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة هامة إلى القاهرة، حيث استقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك، وتم عقد لقاء قمة ما بين الزعيمين الرئيس السيسي والرئيس عبد المجيد تبون. واتفق الزعيمان خلال أعمال تلك الزيارة على إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء في مصر والجزائر، كما اتفق أيضا على تفعيل آلية التشاور السياسي بين مصر والجزائر على مستوى وزراء الخارجية. وأيضا اتفق الزعيمان خلال أعمال هذه القمة على أن يتم تفعيل عمل هذه اللجان في النصف الأول من عام 2022. ونتابع مع حضراتكم الآن وصول طائرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أرض مطار القاهرة، ومراسم استقبال رسمية في انتظار ضيف مصر العزيز، حيث سيكون في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فعلاقات مميزة ومتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية. ونعود مرة أخرى إلى عام 2022 الذي يعد عاما فارقا في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية. ففي النصف الأول من هذا العام، وبالتحديد في 29 و30 من شهر يونيو من 2022، تم عقد اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية على مستوى رئيسي الوزراء بعد توقف دام ل8 سنوات. وتم عقد أعمال هذه اللجنة في الجزائر، وترأس وفد مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد وزاري رفيع المستوى. خلال أعمال هذه اللجنة وأعمال هذا الاجتماع، تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في كافة المجالات ما بين البلدين.
وهي مراسم الاستقبال الرسمي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان في استقبال ضيف مصر العزيز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يحل في زيارة هامة إلى القاهرة. والآن نعود مشاهدينا إلى استديوهاتنا بالقاهرة لتكملة تغطية هذه الزيارة الغابة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى القاهرة عبد المجيد تبون.